لهم من مساكين. أيها السادة، حسنا، لأن السيد مانويل تقدم الآن باعتذار عما فعل، ولوجودك يا سيد دييغو للدفاع وتكذيب الشائعة الخسيسة المتعلقة بالسيدة كاتالينا، فقد أتى قرارنا بوقف المبارزة. لا 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 لا، It's impossible. دييغو دي لا فيغا، شكرا يا سيدي، فأنت لم تبرئ شرفي فحسب، بل ومنعت وقوع مأساة. عفوا سيدتي دي لا فيغا، لمصلحتك لا تعاود الاتصال بزوجتي مهما حدث، وإلا فلن ينقذك أحد من سيفي. فو كومبريني؟ أي هل تفهمني؟ كسبت عدوا جديدا. غوتيرز، لابد أن الهندية هنا، لا يمكن أن تكون ابتعدت بهذه السرعة. يا هندية، نعرف أنك هنا، اخرجي على الفور ويداك فوق رأسك، فأنت الآن محاصرة. غوتيرز، الهنود الملاعين، كيف أمكنها الفرار بهذه السرعة؟ عليك أن تكون حذرا تماما يا غواتيرز، تلك اللعينة كثيرة الحياة. هيا. ما هذا الذي أراه؟ إنه زوج المستقبل دييغو دي لا فيغا. يا إزميرالدا، قد حان دوري، سأثبت لك أني أجيد الألاعيب أنا أيضا. لحسن الحظ تمكننا من وقف المبارزة يا برناردو. إنها ماري أنجل. ماري أنجل، ماري أنجل، رباه، لابد أن الحصان قد أوقعها يا برناردو، لابد أنها صدمت رأسها. ماري أنجل، ماري أنجل، برناردو فلنأخذها إلى بيتها. أحضر حصانها.